ملعب المباراة وزميلنا محمد توفيق ولقاء ما بعد مباراة الأهلي وإنبي مع الكابتن بدر رجب. اتفضل يا توفيق. مساء الخير كابتن اسامه، تحت حضرتك ضيوف اكرام جمهور النادي الاهلي في كل مكان. هارد لك، يعني مباراه بثلاث نقاط. يمكن النادي الاهلي كان ليه الغلبه معظم فترات المباراه، يمكن كان الفريق بيقدر جدا يرجع في الشوط الثاني ويعمل رومنتادا، ولكن قدر الله ما شاء فعلا كان في سوء توفيق شويه النهارده. يمكن كمان كابتن حسن محمد مدير فني الفريق حرص على تحيه اللاعبين بعد المباراه والثناء على ادائهم، وكمان الجماهير الموجوده في مدرجات النادي الاهلي هنا حيت اللاعبين، قول لهم ولا يهمكم ثلاث نقاط وباذن الله لسه المشوار طويل. بعد انتهاء المباراه معانا كابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع ناشئين بنادي الاهلي. يعني كابتن هارد لك، يعني الفريق ادى اداء اكثر من رائع، ولكن الظروف كانت كثيره معاكسه ما بين تضييع وقت الهواء، يمكن كان الشوط الاولاني مش معانا، في اخر المباراه كمان يعني سوء توفيق بشكل كبير جدا. خليني بس ارحب بكابتن اسامه وارحب بقناه الاهلي قناتنا الجميله، ومبروك لنادي انبي المكسب وهارد لك للنادي الاهلي. لكن خليني اقول لك ان انا فخور جدا بلاعيبتي النهارده، اداء رجولي، ما اقدرش الوم اي لاعب موجود في الملعب. وكويس ان المباراه دي بتتذاع، لان انا كنت اتكلمت قبل كده في قصه كده هتدمر الكره المصريه وما زالت بتدمر الكره المصريه، الا وهي قصه التسنين والتصوير. اللعيبه المسننه والمزوره هيخلصوا على الكره في مصر، واخرها المنتخب بتاع 2008، اللعيبه اللي كانت موجوده وراحت انديتها وبتلعب في الدوري المحلي، وهي اصلا استبعدت من المنتخب. كل مصر شافت الاسباب استبعدت ليه، كويس ان الماتش ده اتذاع عشان نوري مصر النادي الاهلي هو الوحيد اللي بيخدم مصر، هو الوحيد اللي لعيبته عايزه تخدم المنتخب الوطني. وانا قلت قبل كده النادي الاهلي قدره انه بيلعب وبيربي لعيبه للفريق الاول وبيربي لعيبه للمنتخبات. واذا كانت الكوره كده في مصر خلاص، يعني في ثلاث منتخبات قبل كده رجعوا بسبب التزوير، منتخب الكابتن محمد عمر، منتخب الكابتن عمرو انور، منتخب الكابتن ربيع ياسين، وعامل مشترك واحد هو اللي موجود في القصه دي. انا ما بتهمش حد، لكن بقول لك عامل مشترك بيدور على مكسب رخيص وبطوله مزيفه زي ما قلت قبل كده، وكاس صفيح وتدمير مواهب موجوده في مصر بسبب لعيبه بتلعب مش في سنها، مش في بين للعيان، لاي واحد حتى مش بتاع كوره اما يشوف لعيب زي ده ولعيب زي ده هيقول ده قد ايه وده قد ايه. سيبك من المكسب والخساره، الحمد لله احنا عندنا اربع خمس لعيبه اطمنا عليهم ان شاء الله. انا بوعد النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ان في اربع خمس ست لعيبه من اللعيبه الموجوده دي هتلعب منتخب مصر وهتلعب فريق اول في النادي الاهلي، وده الهدف الاسمى والاعلى ان احنا نلعب للفريق الاول والمنتخبات المصريه. الانديه الثانيه اللي ليها اهداف معينه واغراض معينه انها تتصدر المشهد ان انا بطل، للاسف انت بطل من ورق. للاسف الشديد يوسفنا اقول لك، اي بطل بيتلاعب في اعمار وتزوير وتسنين ويدمر موهوبين سيادتك بطل من ورق، وانا اعني ما اقول. لكن احنا ابطال حقيقيين، احنا ابطال حقيقيين، لا بننسحب ولا بيهمنا بنلعب ضد مين، لا ضد ابو محمد ولا ضد ابو الاء ولا ضد ابو ابتسام، ولا فارق معانا بنلعب ضد مين، مش فارق معانا. والناس شافت فرق الاداء بين هنا وبين هنا. احنا بضلك النهارده يعني المفروض نطلع 3-4 على الشوط الثاني، لكن انا بحيي ولادي ومش زعلان جدا. انا عمري ما لعبت على مكسب قد ما لعبت ان انا اطور لعيب واعمل لعيبه النادي الاهلي، والنادي الاهلي جبني عشان كده، وده هدف اسمى بقول واعلى من ان انا اكسب مباراه او اكسب بطوله. لكن انا عندي لعيب راجل بيمثل منتخب مصر بيحارب على ناديه وبيحارب، احنا بنربي فيه كده وبنربي فيه روح المكسب مش روح الهزيمه. لكن الهزيمه اما تبقى وراها اغراض واسباب مش هقدر الوم لعيبتي، مش هقدر الوم لعيبتي اما يبقى في اسباب باينه للعيان ما بتاخدش فيها قرارات. بنتمنى الفتره الجايه، بشكر الكابتن علاء نبيل على الهوا ان هو ان شاء الله الفتره الجايه دي الموضوع ده في دماغه جدا جدا جدا، وانا كنت اتكلمت معاه وقلت له في كذا 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 كذا، واللي قلته هو موجود، الناس شافته. مش هقول مين، انا مش هقول مين، لكن الناس شافت على الهوا، على عينك يا تاجر زي ما بقول. وانا اتكلمت الكلام ده في وسائل الاعلام قبل كده وقلت التقيل جاي ورا، الناس شافت التقيل والمنتخب شاف التقيل ومصر شافت التقيل وكل الدنيا شافت كل حاجه.
انا مش زعلان وبكلمك وانا بضحك ومبسوط جدا بلعبتي ومبسوط جدا بالاداء اللي ادوه وبشكرهم قدام الناس كلها على رجاله 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 رجاله، مش بالسن، رجاله بالاداء. هناك فرق كبير جدا. اما اشكرك يا توفيق وانت كبير، ها، واشكرك وانت راجل في سنك الطبيعي. يا توفيق احنا لعبتنا الحمد لله الحمد لله. قول لكابتن بدر ان احنا نخدم ان اول مره في استوديو قناه الاهلي. معاك كابتن اسامه. اتفضل كابتن اسامه مع حضرتك. النهارده توفيق بلغ الكابتن بدر تحياتي وقول له النهارده لاول مره واحنا بنعمل استوديو تحليلي، لاول مره واحنا بنخسر بطلع النهارده ابارك لعيبه النادي الاهلي واقول لهم انتوا رجاله، واحنا فعلا عندنا لعيبه مبشره ان شاء الله للنادي الاهلي وللكره المصريه باذن الله. رغم الخساره بقول لهم مبروك النهارده. الكابتن اسامه بيحيي حضرتك وبقول لك لاول مره في استوديو تحليل مباراه ناشئين رغم الخساره، كابتن اسامه بيقول لهم مبروك وبيحييهم على الاداء والنتيجه، وخاصه النتيجه يعني سير اللقاء لا يعبر خالص عن النتيجه وكمان عن طبعا الظلم اللي اتعرض للاولاد، لكن طمنا بشكل عام على القطاع كابتن بدر. وكمان اذاعه المباراه النهارده اول اذاعه في هذا الموسم لمباراه ناشئين، بتفرق مع اللاعبين ازاي وحضرتك ممكن تشتغل عليها في التحفيز ازاي مع اللاعبين؟ يعني الناس لعيب بتعرف، لعيب في النادي الاهلي بتعرف، ودي حاجه كويسه جدا ان انت تبقى الناس كلها شايفاك وبتنادي بيك، وحاجه جميله جدا ان انت تبقى على قناتنا المحبوبه قناه النادي الاهلي اللي جماهير مصر كلها بتشوفها، ودي حاجه كويسه للعيبه. اللعيب هيشوف نفسه، هنتكلم في الاخطاء اللي خطئوا فيها وهنتكلم في الحاجات اللي عملوها، لكن انا بقول لك المكسب النهارده ان الناس شافت ان في قطاع، في لعيبه ان شاء الله هتمثل النادي الاهلي في القريب، في القريب ان شاء الله في مستقبل الاهلي. طول ما الاداره دي موجوده بتدور على مصلحه النادي فمستقبل النادي الاهلي في امان وفي خير. ما يبقى عندك رئيس نادي بيدور على لعيب يلعب في الفريق الاول وعمره ما قال لك نتائج ولا قال لك بطوله ولا قال لك خساره ولا مكسب، فانت بتشتغل وانت عندك باور وعندك قوه، ودي انا بحيي عليها لجنه الكوره والكابتن طبعا محمود الخطيب على راسهم ومجلس الاداره وعلى راسهم طبعا الكابتن محمود الخطيب. خليني اقول لك ان انا بوعد جماهير النادي الاهلي اللي شافوه النهارده الخمس ست لعيبه، مهند، حمزه، الدجوي، الولد سوري اللي في نص الملعب، بلال عطيه، في خمس ست لعيبه ان شاء الله ان شاء الله احنا بنعدهم للفريق الاول، وانا بوعد النادي الاهلي بيهم ان شاء الله يبقوا موجودين. لكن عشان خاطر مصر الناس المسؤوله عن الرياضه تتدخل لحمايه اللاعبين، تتدخل لحمايه حقوق الانديه. ما ينفعش ناس تاخد شقه ناس، ما ينفعش لعيبه تدمر اجيال. ده اللي ظهره بس. وانا بقول على الهوا اهو، انتظروا في 2015 لعيبه مخلفه، على الهوا اهو انتظروا وعندنا ورقهم، وعندنا على الهوا اهو عندنا ورقهم لعيبه عندهم 16 17 سنه بيلعبوا مع عيال عندهم 9 سنين. انا بلغتكم وعلى الهوا، وحذاري يتعمل كده تاني في اي نادي يبقى عنده لعيبه يدور في لعيبته بما فيهم احنا. احنا لو عندنا لعيبه اكيد هندور، والاداريين بتوعنا بيدوروا. احنا ما بندورش على لعيبه كسبنا، احنا بندور على لعيبه تفيد الفريق الاول. لو كل المنظومه بتاعت الكوره في مصر وفي الاتحاد دورت ان قطاعات الناشئين تنمى وتطور بالعدل مش بالمقارب الاخرى، هيبقى عندنا منتخبات. واكبر دليل ولا منتخب مصر وصل ولا هيوصل، لان انت بتاخد حق الاخرين. الناس التانيه بتلعب بلعبتها المظبوطه. ده افريقيا بقت تدور دلوقتي على التسنين، اللي هم يعني هم اللي دلوقتي بيقفشوا التسنين وبيودوا معامل وبيعملوا اسوره وبيعملوا حاجات اشاعات بتبين اللعيب الكبير من الصغير. يعني حتى يعني ده في حاجه اسمها كشف هيئه، ما بتروح الشرطه ولا الحربيه كشف هيئه انت ناجح ولا ساقط. كشف، في حاجه اسمها كشف هيئه. اما تيجي عليا كده بتاع الكوره بقى، بتوع الكوره مش بتوع التسويق، بتوع الكوره اللي لعبوا كوره اللي الشمس سهرتهم، ها، وتعوروا ومثلوا المنتخب وراحوا افريقيا وناموا على الارض، بتوع الكوره اقصد، بتوع الكوره هيعرف من الاسبرنت بتاع الولد ده ومن قوته ومن كلامه معاه ده كبير ولا صغير،
ده مزور ولا مسنن، ده تساب ولا ما تسابش. انما تقول لي الورقه سليم، ايه الورقه سليم؟ ما الورقه سليم وبيبقى كشف هيئه ساقط. يعني هو واخد ثانويه عامه وناجح بس كشف هيئه في الشرطه وفي الداخليه ولا في الجيش ساقط، لا يصلح. باين عليه عندك عاهه، عندك حاجه تعيبك. ارجوكوا الحقوا الكره المصريه. والله العظيم على النتائج عمري في حياتي من ما اشتغلت من النادي الاهلي اما كنت هنا وما سافرت ورجعت، عمري في حياتي ما دورت على واحد يكسبني ولا هعمل كده في حياتي. لو هتغلب بص من طوب الارض. لكن اذا انت قطاع ناشئين ما تبقاش عارف انت موجود ليه والهدف الاساسي والرئيسي ليه، يبقى انت راجل، يبقى انتوا الناس بتدوروا على حاجه، على كيف تدمر الكره المصريه. وكيف بحييكوا، انا بحيي كل الانديه اللي عندها لعيبه مسننه ومزوره. انتوا رمز القتل المواهب، مشكورين، كتر خيركم، مبروك على ضياع الكره المصريه. شكرا كابتن بدر، ونتمنى لكم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله، والتوفيق دايما للنادي الاهلي وقطاع الناشئين. شكرا، بشكركم وسعيد جدا باللقاء بيكم. شكرا، مشكورين. كابتن اسامه، ده كان لقاءنا مع كابتن بدر رجب المدير الفني قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. دايما يا رب النادي الاهلي في بطولات وانتصارات، وان شاء الله التوفيق فيما هو قادم، وباذن الله سعاده جمهور النادي الاهلي في كل مكان.